ناصر إلى ميناء الإسكندرية إلى السواحل المصرية تمهيدا لدخولها إلى الأسطول المصري بشكل كامل. هذه الحاملة التي قد تسلمتها مصر منذ شهرين تقريبا وقد وصلت بعد رحلة استمرت 14 يوما قادمة من ميناء سان نذير الفرنسي في غرب فرنسا، بعدما رفع العلم المصري عليها هناك بحضور وزير الدفاع المصري والفرنسي خلال الاتفاقية التي جرى تسليم هذه السفينة أو حاملة الطائرات أو إلى مصر خلالها، بالإضافة إلى حاملة مروحيات مسترال أخرى تسمى أنور السادات ستصل مصر في سبتمبر المقبل. حاملة الطائرات قد وصلت إلى ميناء الإسكندرية منذ قليل، وسنتابع بعد قليل مراسم استقبال هذه الحاملة بشكل كامل تمهيدا لدخولها إلى الخدمة العسكرية، وهي التي تدخل لأول مرة إلى العالم العربي وإفريقيا بالكامل. حاملة المروحيات مسترال الفرنسية التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية الآن سيستقبلها قائد القوات البحرية الفريق أسامة منير ربيع، وذلك تأكيدا على دخولها إلى صفوف الأسطول المصرية. اللواء عبد المنعم سعيد رئيس غرفة العمليات للقوات المسلحة الأسبق كان معنا منذ قليل وأكد أنها فور دخولها ستبدأ في عملها بشكل كامل، وهي أحدث سفينة هجوم بر مائي في صفوف القوات البحرية. أيضا من المنتظر أن تقدم هذه الحاملة عرضا في سواحل الإسكندرية. حاملة المروحيات المصرية قد شاركت أيضا لأول مرة في فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي المشترك كليوباترا 2016 بمشاركة وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية في إطار دعم العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، وأيضا في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وزير الدفاع الفرنسي كان قد قال في أثناء تسليم هذه الحاملة إلى مصر في الفترة الماضية إنها ليست فقط من مهامها المهام العسكرية، ولكنها أيضا تضم خبرات ومهام تكنولوجية كبيرة، وتساعد أيضا في الربط ما بين الدفاع والبحرية المصرية وما بين المتواجدين عليها من الأفراد ومن القوات المسلحة، بالإضافة إلى الطائرات، فهي قادرة على حمل ربما أكثر من 40 مروحية وهليكوبتر بأنواع مختلفة خلال هذه المروحية. أيضا مصر كما نعلم قد تسلمت الحاملة جمال عبد الناصر، وسوف تتسلم أيضا الحاملة أنور السادات خلال الشهور القليلة المقبلة وتحديدا في شهر سبتمبر. توقيع الصفقة قد تم في عام 2015 ب 950 مليون دولار طبقا لما جاء في هذه الاتفاقية، لتصبح مصر أول دولة تتسلم حاملة المسترال في الشرق الأوسط والدول العربية، والتي أبحرت الشهر الماضي ووصلت بعد 14 يوما من الإبحار. حاملة المروحيات مسترال يبلغ عرضها 32 مترا وحمولتها 22 ألف طن، وهي أيضا قادرة على استيعاب 23 مروحية و50 عربة مدرعة و45 دبابة. هذا ومن المعروف أيضا عنها أن سرعتها القصوى تبلغ 35 كيلو مترا في الساعة، وتحمل 180 فردا من أفراد الطاقم. مساحتها 5200 متر مربع و450 فردا لستة أشهر و900 كحد أقصى. السفينة الحربية من طراز مسترال التي نتابع الآن على الهواء مباشرة مراسم استقبالها من جانب أفراد البحرية المصرية، تعتبر من أحدث حاملات الهليكوبتر على مستوى العالم، لها قدرة عالية على القيادة والسيطرة، وتحتوي على مركز عمليات متكامل، لها قدرة على حمل مروحيات الهيل والدبابات والمركبات والأفراد والمقاتلين بمعداتهم، وأيضا هي قادرة على أن تكون مجهزة لوجود سطح طيران مجهز لاستقبال الطائرات ليلا ونهارا.
مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا هاتفيا اللواء جمال مظلوم الخبير العسكري لمتابعة مراسم استقبال حاملة الطائرات مسترال في الأسطول المصرية. سيادة اللواء، بعد التحية، الآن قد وصلت بالفعل حاملة المروحيات مسترال جمال عبد الناصر. كيف ترى هذه الأجواء وكيف ترى أهميتها في هذه المرحلة؟ يعني دعني حضرتك في البداية أقول إن عدد الدول اللي تمتلك حاملات الطائرات بصفة عامة لا يتعدى أصابع اليدين مع بعض، فده طبعا نقدر نقول تطوير ويعني قدرات كبيرة للقوات المسلحة المصرية وللبحرية المصرية، وبإضافتها للقوات البحرية وضع مصر، مش عايز أقول ضمن أقوى 10 قوات بحرية على مستوى العالم. ندخل في تفاصيل حاملة الطائرات، هي نقدر نقول أنا كرجل عسكري بقول إن هي تمثل كافة عناصر القوات المسلحة، كأنك محرك جيش متكامل بكافة العناصر الأساسية المكونة لهذا القوات المسلحة أو الجيش. تحتوي على طائرات هليكوبتر قاذفة، ممكن نقول إن هي تقدر تقوم بعمليات هجومية، تحتوي إلى عناصر دفاع جوي وقدرات صاروخية عالية للحماية لنفسها أو للقطع البحرية المصاحبة لها. نمرة ثلاثة، إن هي تستطيع حمل حوالي 35 مدرعة أو عربية مصفحة، وعلاوة على ذلك تستطيع حمل حوالي 450 فرد مقاتل إذا كانوا سيقاتلوا لمسافات بعيدة، وإذا كانوا سيقاتلوا لمسافات قريبة مش بعيدة ممكن يتضاعف هذا العدد، لأن طبعا الجندي لما بيعمل بعيد عن أرض بلده بيبقى محتاج ذخيرة أكتر، بيبقى محتاج معدات وأدوات أكتر من اللي هو بيشيلها في المأموريات القصيرة. أقدر أقول لحضرتك النهاردة إن هذه القطعة البحرية تمثل تحقيقا للأمن القومي المصري. أصبح الأمن القومي المصري النهاردة لا يتوقف على حدود الدولة فقط لا غير، بيمتد إلى خارج أراضي الدولة في المحيط الإقليمي اللي هي موجودة فيه، تحقيقا للأمن القومي العربي لأشقائنا في الخليج أو في أي مكان آخر. يعني أقدر أقول لحضرتك إن دي عبارة عن وحدة متكاملة من القوات المسلحة الجوية والدفاع الجوي والبرية، تستطيع العمل خارج الأراضي المصرية لتحقيق المهام اللي عايزة تحققها القيادة السياسية لجمهورية مصر العربية. وده لعلم حضرتك في إطار استعادة مصر لمكانتها إقليميا وعلى المستوى الدولي وتحقيقا للأمن القومي العربي. نعم، اللواء جمال مظلوم الخبير العسكري، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، هذه اللقطات التي نتابعها الآن على من خلال ميناء الإسكندرية، والتي نتابع من خلالها وصول حاملة المروحيات مسترال إلى ميناء الإسكندرية ودخولها إلى الأسطول المصري كأول قطعة تنضم إلى مصر من هذا النوع، بل وإلى الشرق الأوسط أو إلى المنطقة العربية بالكامل، والتي كانت قد تحركت من ميناء سان نذير الفرنسي من خلال البحرية الفرنسية، وأيضا كان قد تم تدريب طاقم حاملة المروحيات المصرية على كافة المهام التي تنفذها هذه السفينة. من المنتظر أيضا أن تحصل مصر على حاملة المروحيات الثانية أنور السادات بنفس مواصفات الحاملة الأولى جمال عبد الناصر في شهر سبتمبر، بعد إنهاء التدريبات الخاصة بالطاقم وإنهاء الاختبارات اللازمة لها بشكل كامل. وسوف تجرى أيضا مراسم استقبالها واستلامها من ميناء سان نذير غرب فرنسا على ساحل المحيط الأطلنطي. نتابع مع حضراتكم مشاهدينا الكرام هذه اللقطات لمراسم وصول حاملة الطائرات مسترال جمال عبد الناصر إلى ميناء الإسكندرية. حاملة المروحيات جمال عبد الناصر أيضا من أهم مميزاتها أو من ضمن مواصفاتها أنها قادرة على حمل الطائرات المحمولة بالوقود لصالح تنفيذ المهام القتالية، فهي أيضا تبلغ حمولة مسترال 22 ألف
طن ويبلغ طولها 199 مترا، كما يبلغ عرضها 32 مترا. مشاهدينا الكرام، كما نتابع في هذا الخبر العاجل، فقد أعلنت الإدارية العليا أنها حددت جلسة الأحد المقبل للنظر في طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير. ونبقى معكم بشأن وصول حاملة المروحيات مسترال جمال عبد الناصر إلى ميناء الإسكندرية من فرنسا، حيث ينضم إلينا من هناك الزميل أيمن إبراهيم، موفد تلفزيون